الا عشان لازم امشي دلوقتي. ده ايه الفصلان ده؟ ده وقته. انت رايحه فين انت كمان؟ رايحه افتح لامي. ما انتش سامع الفرح اللي عاملاه بره. شويه وهتزعق وتمشي بره. اخس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها في بره. في ايه؟ الله، دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي، وانت فرحانه ولا ايه؟ ايوه. هيمشي كده. لا، هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي انت وهتقومي ورايا. ماشي. وهتقومي. ماشي. ايوه ايوه ايوه. الاربعه. المنطقة كلها عرفت انك اتجوزت جوه. خلاص. شكرا شكرا. تعبتي بس. سماح نايمة. سماح نايمة. سماح نايمة. انت ايه اللي هقوله في الوقت؟ قصري يا جيجي. حبيبي يا ربي يا رب على الناس. في حاجة في الجورنال يا بابي؟ جرنال اسمه دهشوري ده تافه تفاهة، عامل اعلان نص صفحة في الجورنال بيقعد في نفسه وبيضحك على مين ده؟ طب على فكرة ده مش غلط. مش قصدي يعني العمل الدهشوري، بس موضوع الدعاية دي بحد ذاتها مهم جدا. لما نشوف بقى. اديني بعت يوسف يعمل كام يافطة في المطبعة. بس اوعى يا بابي يعني يكونوا من اليافط القماش. يا بنت بقول لك المطبعة اليافط البلاستيك الجديدة اللي بيعملوها. خلاص يا بابي ما تقفش عليا. في ايه؟ اخبار جماعة بتوع السفارة ايه؟ الناس دي حبالها طويلة قوي. لا يا بابي، خلاص الموضوع قرب يخلص، ما فاضلش غير شوية ورق. اوعى بس يكونوا بيلعبونا ويروحوا يلفوا على الراجل صاحب الأرض من ورانا. عيب عليك، ده انا غاليه للشين. طالع على ابوكي. بابي صحيح، انا عايز اسالك على حاجه. انت حكيت لحد تاني على موضوع سعيد ويوسف؟ حد تاني مني؟ ما انت عارف ان اسرار الشغل ما بتطلعش بره. مش عارفه يا بابي، في حاجه غريبه قوي حصلت النهارده. رامي جه قال لي انه شاف نمره داليا على تليفون سعيد وهو عنده في القريه. هو رامي حافظ نمره داليا؟ اذا كان انا ما اعرفهاش. بابي، سعيد عنده نمره داليا بصورتها. قولي لي يا بيت، الرايق طلع رايق ولا طلع ام سعد؟ ام سعد ايه ياما؟ طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا بنت، وقد كده يا الله 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 الله. ايه؟ قلت له ما سماح. كل خير يا اخويا. حلو الحمام يا رايق. حلو يا عمتي السم ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي مش يلا بقى ولا جيجي؟ نعم. مش يلا ولا ايه؟ ايه هنمشي. صباح اليوم بركة يا عمتي. هتتغدوا معانا؟ ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مذيع. يلا مذيع. يلا يلا يا اخويا. يلا يلا يلا. مبروك يا رامي. اكلمك يا جيجي. اكلمك. ماشي يا اخويا. ماشي. سلام. مع السلامة. مع السلامة. يلا يا جيجي. يلا. كنت عارف اني اشوفك النهارده. يا سلام، ده انت واصل قوي بقى. طب ويا ترى عارف ايه تاني؟ عارف انه مش عيد ميلادي. مش لازم يبقى عيد ميلادك يعني. دي عادي، دي كده كده. ايه كده؟ دي عيد جديد ده. شفت حاجة حسيت انها تعجبك فاشتريتها لك؟ بس بقول عليها يعني هدية جامدة جدا. ده انت اللي جايب. أمينة، أنا مبسوط. وأنا كمان مبسوطة. طب أنت مبسوط ليه؟ مش عارف. بس مبسوط. أول مرة أحس إن حد مهتم كده يعني، بيجيب لي هدية وبحس بيها يعني. حاجات جديدة يعني. أنا قطعت هدومي عشان يجيبوا لي حاجة لما أجيبها. خلاص لو كده دايماً أشتري لك هدايا. لا لا، هي مرة واحدة خلاص. بس كفيني مرة واحدة. معاك ليه؟ ولا هو الغايب ملوش ناي؟ شكلنا ملناش ناي في اي حاجه خالص. بتقول كده ليه؟ مالك؟ المقدس شكله ناوي يرجع لبنته تاني. ما المقدس طول عمره رايح جاي، ايه الجديد يعني؟ المره دي وان واي، رايح ومش راجع. انت بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك كده. وانت جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قالك بنفسه؟ هو ما قالهاش بصراحه كده، بس انا حسيتها من كلامه. طب والمحل والتجاره هيعمل فيهم ايه؟ ما هي دي الوقعه. شكله هيديهم لحد من صحابه ولا معارفه، يشوف ايه بقى هيكروشنا ولا هيعمل فينا ايه. ربنا يبشرك بالخير. انت بتبكتيني على ايه؟ وانا في ايدي اعمله طيب؟ ما الواحد لو معاه قرش ولا حاجه ما كانش ساب المحل والورشه دلوقتي يروح في حته. بس هنعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. بص، محدش عارف الخير فين. مش يمكن تلاقي بنته هاي زي اللي جايه تقعد معاها هنا؟
يا بنتي انت في حد يسيب بلدي ويرجع لها تاني؟ انت طيبه؟ خليك انت كده شايل الهم، انا مش ناقصه قرف، رايح اعمل كوبايه شاي. روحي. شايف النبي، شايف اللعب ده؟ اسمه ده احلى الواد ده كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى لعيب كرة في برشلونة يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا كبير، ده اغلى لعيب كرة قدم في الكرة الأرضية كلها. أخيرا. الحمد لله على السلامة يا برو. وحشنا ميمي. أخيرا إيه يا أه؟ دول تلات أربع أيام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصة. آه سيئة على أخوك سيئة، أنت أخويا حبي وأفرح لك. أنا كمان نفسي أفرح بيك يا أه. إمتى بقى تهدأ وتكلني في حتة؟ لا ثاني، ما تقوليش في الحوارات دي. ماشي. خلصان فين بقالك كام يوم؟ بتعمل مصيبة ولا إيه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح؟ فسح. من ساعة ما رجعت وأنا سايبك. قلت هيجي لوحده ويحكي لي. أنت معاك حكاية هناك ولا إيه؟ إيه اللي نزلك فجأة كده؟ أبداً يا حبي. الشغل كان ماشي زي الفل، زي الفل، والقرش رايح جاي، وأخدنا إقامة كمان. كنا شوية وناخد الملك. بس تقول إيه بقى؟ مرات الراجل خواجه مش سايباني في حالي، بنت عامله زي الفرسه، طليانيه من الجنوب، بنت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيع الراجل ماكلني عيش. قمت خدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت، مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن بقى. ماشي. ها؟ قولي لي بقى الحركه بنت المجانين اللي انت عملتها يوم ما جيتي لي المستشفى بالليل دي، ازاي؟ ما خفتيش يا بنت امك ولا اخوكي دياب يشوفوكي وانت نازله؟ خفت ما اشوفكش تاني. الله اكبر يا جدعان. معلش انا اسف يا جماعه، اهل الكافيه يعني اتنين بيحبوا بعض عادي يعني. معلش بس انا ما كنتش عارف اني غالي عندك قوي كده. عشان ما بتحسش. وجزمه قديمه ومبرطشه وريحتها تقرف الكلب كمان. ها ايه رايك بقى؟ بس بموت فيكي بجد. وحياة شيمو. يا يوسف انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ يا بنت وانت تقعدي تنطي لي كل شويه زي الفروع لوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز واسخ انت ومشاكلك، هو انا فضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم. هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جاي ترمي بلاكي على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت، لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني اكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف؟ مرمطني؟ ما هو ده اللي ناقص طبعا. ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناوياها بقى يا روح امك. ايه يا عم يوسف؟ مش كده، مش كده. اوعى انا يا انت يا يوسف. في ايه كمان؟ ما هو ده اللي ناقص. اهدي. في ايه؟ اساله، ما هو قدامك، اساله. مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه.